يظهر في سفر صفانيا المقارنة بين صورتين مختلفتين، ما بين الدينونة القاتمة والحالكة السواد، وبين صورة أقوى، نور ساطع للرجاء والخلاص. إن هذا السفر لهو حجر كريم مخبأ، جوهرة على مخمل أسود، إنه كنز ثمين. يقسم سفر صفانيا إلى جزئين، الجزء الأول يروي قصة الدينونة في يوم الرب، والجزء الثاني يروي قصة الخلاص في يوم الرب. الجزء الأول شعري، فهو يتحرك بانسياب من الدينونة العامة إلى الدينونة الخاصة أو المحلية. إنه جزء يعبر عن قسوة الدينونة التي لا مثيل لها لكل من العالم بأثره، ومن ثم لمملكة يهوذا. الجزء الثاني هو قصة الخلاص والاسترداد، هي قصة رائعة تظهر بصورة جلية، فيظهر المسيح في صورة كل من المسيح الملك على إسرائيل، وأيضا كأم حنونة تجمع أولادها لتوفير لهم مكان سكن آمن. وهكذا فإن دينونة الله القاسية لخطايا البشرية المختلفة تسير جنبا إلى جنب مع الصورة المشرقة والمبهجة ليسوع المسيح كالملك العائد، والذي سيأتي بالسلام والاستقرار، والذي يظهر محبته وحنانه كأم تجمع أولادها الضائعين وتردهم إلى مكان آمن. وفي اليوم الذي يتولى فيه المسيح سلطانه وملكيته، نحتفل نحن جميعا بأصوات الهتاف، ويكشف صفانيا الجمال الحقيقي ليسوع المسيح، فيقول: الرب إلهك في وسطك جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. إن ملكنا المتواضع والمنتصر سوف يفرح ويبتهج بنا في يوم نصرته. هو يا له من ملك عظيم.